2020 سنة ليس أغلب ما يعلق في مخيلة الجزائريين خلالها جميلة، سنة أبكت أحداثها الغالبية منهم، أما السواد الأعظم منها فصنيعة جائحة كورونا، مصائب بالجملة وأفراح مؤجلة إلى حين. إحنا ولا غير مرت علينا صعوبات، ضيق شديد يعني فيما يخص الكوفيد، وزادت الأزمة الاقتصادية شوية الاجتماعية، زادت يعني بأنه الأزمة يعني من الناس ما ولاش تخدم بزاف، يعني ولات الضيق ولات الخوف، يعني ولات الخوف الشديد. والله العظيم ما نقدر نقول لك في 2020 جوزناها كما يقولوا عام شديد، بأس شديد. لماذا؟ الكورونا هذه نقدر نقول لك حبست كلش، ولينا شوفي ما الناس ما راهيش تتزوج، ما راهيش تقدر تخرج تحوس، ما تروحش للبحر، الناس ما راهيش كيما حنايا باغ اكزومبل الشعبي كنا هكذايا في الصيف نسهروا. انا نقول لك الحقيقه والله غير رانا هكذايا. واش نقول لك، الامراض كثيره والموت كثيره، على كل حال كثر خير ربي رايحين كاع ليها. الناس ما راحوش للبحر، ما ديفولاش كيف فهموا، سورتو مع القرايه هذوك شغل ما تجوزوش لي فاكونس، جات عيانه شويه 2020. شويه صعيب مع جائحة كورونا، لا غالب يعني كاين بزاف عفايس تعطلوا في هذا العام. رغم مساوئها إلا أن الأيام المتبقية قد تحفظ ما أوجه هذه السنة العصيبة بإعلان المخابر الصحية الإفراج عن اللقاح. 2021 راهم يقولوا رايحين يجيبوا الدواء تاع الكورونا، إن شاء الله بالك لو كان يكون صح على كل حال ويديروه، واش راح تروح هذه الكورونا هذه والوباء هذا والأمراض هذايا، إن شاء الله نقدر نقول لك نوليو لعاداتنا تاع بكري كيما يقولوا. دوك لحقنا وين واحد ما يقدر يزور واحد عائلة باباه ما يشوفوش باباه بست شهور. جزائريون يضعون أيديهم على قلوبهم متمنين أن تنقضي هذه السنة على خير وسلام، عسى أن تحمل السنة القادمة في جعبتها بشائر خير.